زمان قبل الكاميرات الديجيتال لما كنا نتصور في عيد ميلاد واحنا صغيرين ما كانش في مجال نتراجع عن الصورة او نحذفها لو كانت وحشة. الفيلم بيجي 36 صورة بيتحمض وانت وحظك بقى، اللي يطلع مغمض واللي بيطلع مكشر واللي بياكل، وكنا بنفرح قوي بالصور المطبوعة دي. دلوقتي عشان تاخدي صورة سيلفي حلوة بتعيديها ولا 100 مرة. ليه؟ هي المشكلة مش في الاضاءة ولا في الميك اب ولا حتى في اللوكيشن، عشان خلقتنا مش عجبانة ولازم بقى نحط فلاتر. الفكرة ان دي خلقة ربنا، هنعمل ايه؟ في خط رفيع بين الرغبة في الجمال والهوس بالكمال. انا محمد الزمزمي في البوستاجي وحلقة جديدة. زمان كان المشاهير هم اللي بيركزوا قوي مع الصور، ولكن دلوقتي احنا بنركز اكتر والبنات اكتر من الرجالة. عندهم هاجس قهري بالمظهر المثالي والشعور بان في حاجة بعيدة عنهم، وده نقدر نسميه خلل بالجمال، وبيشبه لحد كبير اضطراب تشوه الجسم، وهو اضطراب ما بيخليكش توقف التفكير في اي عيب انت بتصوره عن شكلك. وممكن تكون حاجة بسيطة الناس مش هتشوفها ولا هتاخد بالها، ولكنك بتحس بحرج شديد وخجل وقلق لدرجة انك ممكن تتجنب كتير من المواقف الاجتماعية. ازالة التجاعيد ونفخ الشفايف بداية لعمليات تجميل اكتر واكبر، فالبنات بمجرد شعورهم بالراحة بعد اول عملية بيبدأوا يفكروا في عمليات تانية اكتر واكبر، تكبير وتصغير ورفع ونحت مناطق، عمليات صيانة وتبديل شاملة. خلينا نبقى متفقين ان وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا مركزين قوي مع عيوبنا الطبيعية. احنا دلوقتي بنشوف بنات بيعملوا مشاكل لبعض وقضايا عشان واحدة نشرت صورة يعني ما كانتش عاجبة صاحبتها. فين ايام زمان كنا بنتصور كده على غفلة عادي جدا. هو من طبيعة البشر ان هم يبصوا في المرايات لرؤية اي مجال للتحسين. السؤال بقى، امتى تعرفي ان في مشكلة؟ ثلاث نقط. اول حاجة، لما تبقى نظرتك للجمال جامدة ومفيش جدال، عايزة تبقي شكل النجمة الفلانية. تاني حاجة، لما تبقى الاصوات اللي في راسك ناقدة باستمرار لشكلك. نروح بقى لتالت حاجة، لما يبقى مظهرك اولوية قصوى. لو كنت كده يبقى انت محتاجة لطبيب نفسي واستشارات للعلاج من مشاكل الصورة. طيب ازاي نفرق بين اللي بيعاني من هوس الجمال المرضي واللي بيعاني فعلا من مشكلة جمالية؟ الفرق بين الحالتين بسيط جدا جدا. احنا مش بنتكلم عن اشخاص مصابين بمشكلة جمالية زي الحروق او اي تشوه تاني ممكن يؤدي لمشكلات نفسية، دول لازم فعلا يعملوا عمليات تجميل. لكن بنتكلم عن اشخاص طبيعيين عادي جدا، شكلهم حلو، ما عندهمش اي مشكلة جمالية كبيرة يعني، لكن بيميلوا في معظم الحالات الى الجمال بصورة عالية، زي ما بيشوفوا نفسهم في الفلتر عايزين يبقوا في الحقيقة. في النهاية لو عايزة تتغلبي بقى على الضغط الناتج عن فكرة الكمال وهوس الجمال، لما تقفي قدام المراية وعمالة تدوري وتتأملي في وشك وتطلعي اي عيوب، بكل بساطة ارجعي ورا خطوتين وهتبقي اجمل بكتير. وبكده خلصت حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. شكرا واشوفكم في حلقة جديدة.